النهاردة ان شاء الله هناخد بيولوجي لأولى ثانوي هنتكلم النهاردة عن ميندلز لو according to the chromosome theory هنتكلم عن قوانين ميندل قبل ما اتكلم عن قوانين ميندل اللي هم عبارة عن قانونين لازم اشوف الاول الرموز دي بترمز لإيه عندي هنا مثلا هنا اول حاجة ميتينج ميتينج يعني تزاوج تمام او تلقيح آه آه لو في النبات ده رمز الميل وهنا الفيميل اهو رمز الفيميل طيب عندي الفيرست جينيريشن الجيل الاول عندي البيرنتس الاباء برمز لهم 1 جامتس جامتس جي 1 اللي هي الامشاك زي مثلا الايه البويضه او السبيرم تمام of spring اللي هو الجيل خلاص الناتج اف 1 عندي سكند generation اهو زي ما انتم شايفين بيرنتس هتبقى بي 2 2 ليه لانه سكند تمام الجيل الثاني جاميتس جي 2 اوف سبرينج اف 2 هنا هنتكلم عن آه الازهار الخاصه بنبات البسله طيب بصوا يا جماعه الق... القانون بتاع مندل بيبقى كومبليت دومينانس يعني ايه كومبليت دومينانس يعني سياده تامه يعني ايه سياده تامه يعني الصفه اللي هي اللون البربل ده اللي انتوا شايفينه ده اللي هو جاي على موف شويه دي بتبقى دومينانس دومينانس يعني ايه يعني سايده يعني ايه سايده يعني قويه يعني ب... بت... لما تبقى موجودة مع الوايت اللي هي الريسيسف المتنحية الضعيفة هي اللي بتظهر الدومينانس كومبليت دومينانس هو عنده صفات حاجة من الاتنين مفيش ان بتوين يا اما دومينانس زي البيربل فلاور ار كابيتال ار كابيتال يا اما بتبقى ريسيسف زي ار سمول ار سمول اللي هي ايه الوايت طيب لو هنعمل ما بينهم ميتينج أهو علامة الميتينج أهي تمام أنا بقيت كده فاهمة في الرموز، هاخد من هنا جامتس آر واحدة وهنا آر سمول هيديني الناتج إيه؟ آر كابيتال آر سمول إسمها جينو تايب، جينو تايب يعني إيه الرموز آر كابيتال آر سمول دي إسمها جينو تايب طب الفينو تايب يعني آهو كلمة بص المصطلحات ساينتفك تيرم كلها في نُطايب معناها الريشيو النسبة. النسبة قد إيه الريشيو ratio؟ one hundred purple flowers إيه؟ plants. أهو بس الفلاور flower plants دي طالعة ال purple hybrid. hybrid يعني إيه hybrid؟ يعني مختلفة r capital و r small. هنا مثلا purple purple flower. بس purple flower بتبقى إيه؟ r capital r capital. هنا بيور ليه بيور لان الاتنين شبه بعض اما هنا الاتنين مختلفين واحده كابيتال واحده سمول فسميتها ايه هايبرد طيب يلا بينا ناخد اللي هو الهايبرد ده اهو ار كابيتال ار سمول ونعمل له ميتنج ونشوف ايه السكند generation اهو اخدت اهو ار كابيتال ار سمول ميتنج ويز ايه بيربل فلاور بي بلانت hybrid برضو ار كابيتال ار سمول الاثنين مع بعض اهو وهطلع منهم الايه الجامتس اللي هي جي 2 جي 2 عشان ده الجيل الثاني هنا ادي الجامت اهو ار كابيتال ار سمول وهنا ار كابيتال ار سمول تمام بصوا بقى بطلع الاوف سبرينج نمبر 2 ازاي اول بناخد الاول مع الاول ار كابيتال ار كابيتال اهو بعد كده الاول مع الثاني. ار كابيتال ار سمول اهو خلاص يبقى انا كده خلصت الاول اخدت الاول مع الاول والاول مع التاني كده خلصت الاول اروح للتاني هنا اخد التاني مع الاول تمام التاني مع الأول وبعد كده التاني مع التاني النتيجة في الآخر هتطلع إيه؟ هتطلع الفينو تايب بقى الفينو تايب ده خاص بالريشيو فلما يطلب مني في الامتحان فينو تايب أعرف على طول إن هو عايز الريشيو عبارة عن إيه؟ 3 purple تلاتة اللون البنفسجي ده 2 1 وايت وخدوا بالكوا على طول الريسيسيف اللي هو المتنحي ده السمول على طول بيبقى بيور لازم يبقى بيور ار سمول ار سمول ما ينفعش يبقى فيه حاجه كابيتال هنا بصوا تعال... تعالوا تعالوا ندقق سوا في التلاتة اللي هم طالعين بيربل انا عامله عليهم كلوز اهو اول واحده ار كابيتال ار كابيتال ده بيور بيور بيربل يعني ايه بيور بيربل يعني الاثنين كابيتال اهو ار كابيتال ار كابيتال هنا بيربل هايبرد هايبرد يعني مختلف هو بردك دومينانت سايد واللون اهو ظاهر قدامي purple بس هايبرد R كابيتال R small وهنا تالت واحده برضو R كابيتال R small هايبرد تمام يبقى زي ما انتم شايفين ادي عندي الريشيو بسميها فينوتايب اما الرموز دي بسميها جينوتايب جينوتايب يعني الار سمول ار سمول دي بسميها جينو تايب تمام عندي بعد كده ميندل سكند لو ايه اللي بيفرق عنه او عن الاولاني القانون الاولاني اللي انا لسه واخداه ان ده بياخد صفتين مع بعض تو كاركتر تمام يعني بياخد صفتين مع بعض هنفهم مع بعض بالاكزامبل هوريه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هنشتغل على بذور السيدز بتاعت الايه البي بلانتس نبات البسله تمام هنا واخده صفتين وهنا واخده صفتين هنا الصفتين ايه دي بصوا البذره اهي البذره لونها ايه يلو and سموز وملساء وهنا البذره مالها رمزت لها بواي سمول واي سمول ليه لان لونها جرين لونها اخضر واس سمول ليه لان هي رنكلز رنكلز يعني مجعده زي ما انتم شايفين كده تمام مش بختار رموز تانية لا بختار هو هو نفس الرموز بس السمول باخد السمول تمام محدش يختار ايه رموز تانية طيب يبقى واي كابيتال واي كابيتال اس كابيتال اس كابيتال ده بتدل على ايه بتدل على اليلو تمام وسموز ماشي طيب هنا واي سمول واي سمول اس سمول اس سمول بتدل على الجرين ورينكلت. تمام؟ بناخد من هنا جامت وهنا من هنا جامت الجامت اللي هنا هتبقى رمزها ايه؟ جي ون. زي ما احنا متفقين واي كابيتال اس كابيتال وهنا واي سمول اس سمول حيان توجلي بصوا بقى الجينو طيب عامل ازاي؟ واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول هو عباره عن ايه البذره اللي طلعت دي؟ يلو وسموز برضو. بس إيه هايبرت ليه هايبرت لإن مش كلها لونها مش كلها كابيتال في منها كابيتال وفي منها سمول وده على بعضه اسمه ايه؟ الجينو تايب أنا بأكد ليه عشان لما يجي في الامتحان يسألني على الجينو تايب والفينو تايب أبقى عارفة الفرق ما بينهم، الجينو تايب آدي الرمز الفينو تايب بقوله ايه؟ 100% بلانتس uh, plants of yellow and smooth إيه seeds تمام بس هايبرد مختلفة هنا هناخد ناتج الجيل الاول اهو اللي هو واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول ونعمل لهم ميتينج مع بعض ونطلع هنا الجامتس اربعة وهنا الجامتس اهم اربعة وعملت الاوف سبرينج نمبر تو او اف اه تو في تيبل ليه لان هيطلع عدد كبير جدا فلازم اعمله في تيبل بشوف هنا اهو هنا ده مع ده مثلا اهو بناخد ده مع ده بعد كده ده مع ده ونكتبه هنا بعد كده ده مع ده ونكتبه هنا تمام يعني ناخد اول اكزامبل ده مع ده ونكتبه هنا هيبقى ايه واي كابيتال واي كابيتال اس كابيتال اس كابيتال هيبقى يلو اند إيه سموث طيب عندي الفينو تايب الريشيو بتاعتي هتبقى 9 9 يلو اند سموث سيدز تو. 3 yellow and wrinkled seeds أهو زي ما احنا عندنا الإكزامبل ده كده أهو yellow, wrinkled, yellow, wrinkled أهو 2 green and smooth seeds خلاص green و smooth أهو التلاتة دول أهو 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 تمام 2 1 green and wrinkled أهو خضرا و ومجعدة. زي ما انتم شايفين الريشيو ثابتة في قانون التاني المندل 9 تو ثري تو على طول تمام هنا بيعرفني بعد بعض الصفات الدوميننس والرسيسف دوميننس يعني السيدة والرسيسف اللي هي المتنحية قلتلكوا لكم الدومينانس سايد يعني سيد على المتنحي كومبليت دومينانس يعني سياده تامه يعني بيظهر هو اللي بيظهر تمام والمتنحي بيبقى مش موجود وبنرمز له على طول بسمول هنا عندي زي ما انتم شايفين في الازهار البيربل دومينانس في الريسيف وايت هنا مثلا عندنا لون البذور الدوميننس هيبقى يلو الجرين هيبقى ريسيف ماشي هنا Uh, مثلا السموز بيبقى دومينانت رينكلت بيبقى ريسيسيف تمام وعندنا امثال كتيره جدا لونج وشورت وجرين ويلو كل كل الحاجات دي كلها طيب بالنسبه للانسان زي ما انتم شايفين هنا الصفات الدومينانت من ضمنها ability to roll the A tongue ان هو يعمل لسانه كده دي دومينانت ان هو ما يعرفش ان ability ما عندوش المقدره دي يبقى ريسيسيف الودان اهي الودان اللي هي بتبقى مش ملحومة هنا دي دوميننت اللي هي لازقة على طول هنا دي ريسيسيف الكيرلي هير الشعر اللي هو مجعد ده دوميننس الشعر الستريت او الناعم بيبقى ريسيسيف هنا آه بلاك هير بلاك هير طبعا بيبقى دوميننس سايد تمام لون قوي هنا اللايت هير الشعر الفاتح بيبقى ريسيسيف هنا ال وايد اي اللي هي العينين الواسعة بتبقى دومينانت سايدة على العينين اللي هي ايه النارو اي اللي هي الضيقة وبكده يبقى خلصنا درس النهاردة مندلز لو واخدنا القانون الاول والقانون الثاني وان شاء الله باذن الله اشوفكم في الدرس القادم السلام عليكم